من المظاهر الجميلة اللي شفناها خلال ليالي رمضان والعيد إقبال الفتيات والشباب على الملابس التراثية، من سيناوي بقى لسيوي لصعيدي الفلاحي، حتى العبايات اللي فيها موتيفات مستوحاة من الإرث الشعبي والفني والليلة الكبيرة، ظاهرة بتعكس الاهتمام بالعودة للأصل في الأزياء التراثية اللي انتشرت مؤخرا. هتكلمنا عنها مصممة الأزياء التراثية شيم الجابي. صباح الخير عليكي وكل سنة وانت طيبة. صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعا يا رب. يا اهلا بيكي. عايزين نعرف كمتخصصة، ايه تفسيرك لانتشار الازياء التراثيه خلال رمضان والعيد؟ هو بصراحه ازيائنا التقليديه التراثيه دايما اكتر وقت بيحبوا البنات او السيدات انها تلبسهم يبقى في رمضان، يمكن عشان دي ازيائنا التقليديه بيبقى في صعوبه طول السنه ان احنا نلبسها، بس يمكن في رمضان بنرجع لجذورنا ولاصولنا، فعشان كده بنبقى حابين ان احنا نلبس حاجه بتعبر عن الهويه بتاعتنا مصريين، فبنرجع للازياء التراثيه. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت، عندنا لكل محافظه زي تقليدي او زي تراثي بيعبر عن المحافظه، زي الزي في سينا، زي الزي في سيوة، زي الصعيد التلس الملس والتلي كده، يعني في حاجات كتير عندنا غناء شام. يمكن يعني الاسم المتعارف عليه هو القفطان، احنا في رمضان خلاص بقينا حافظين انه الزي الرسمي هو اللي بيطلق عليه القفطان، اللي هو اللي انت بتتكلمي عليه ان هو الازياء التراثيه. عايزه اعرف منك، يعني هذه الازياء مستوحاه بتبقى، يعني بتبقى دمج ما بين اي ثقافه؟ يعني احنا بنتكلم ان السيوي والسيناوي، ويعني بيبقى فيه الحقيقه بتبقى مستوحاه من عده ثقافات. شايفه انه القفطان، لا القفطان اللي احنا بنشوفه في رمضان ده جاي منين؟ وايه سبب انتشاره خاصه مؤخرا؟ يعني مثلا بقى لنا بتاع 3 4 سنين كده. هو القفطان اصله مغربي مش مصري. احنا بنقول عليه كده هنا، يعني بس بنلاقيها هو احنا عندنا فكره العبايه المفتوحه بنقول عليها في مصر بشت. بشت مش قفطان، القفطان مغربي، بس هم نفس الفكره. بس اقدر اقول عشان عندنا تثقف والهجرات والفتوحات الاسلاميه، فاحنا عندنا دمج ما بيننا وما بين دول عربيه في حاجات كتير، فعشان كده ممكن نقول ان احنا في مزج، انما نقدر نقول اسمه قفطان مغربي. ولما بنلبس الكافتن زي ما بيقولوا في مصر دايما بيستخدموها باللغه الانجليزيه الكافتن، هم اللي هو زي عبايه او فستان مفتوح. احنا بقى العبايه او الفستان المفتوح عندنا اسمها بشت، مصر متعارف عليها زمان، لما نتكلم عليها نقول بشت. يعني احنا ننسى بقى موضوع الكافتن او القفطان زي ما بيطلق عليه ونقول بشت خلاص. هو اسمه بشت، عباره عن زي عبايه مفتوحه. بس احنا طبعا عندنا زي ما قلنا عندنا سيوه ليها موتيفات معينه وتطريز معين، عندنا مصر يعني غنيه بازياء تقليديه كتير، عشان كده احنا ما عندناش زي وطني، بس ده مش لفقرنا، بالعكس ده بالغناء، عشان غنينا ده عندنا التلي، عندنا الملس، عندنا الجلابيه الفلاحي اللي فيها الورده، عندنا التوب في سيوه، عندنا التوب العدوي، عندنا برضو عندنا الجرجار النوبي، عندنا الجلابية الشرقية في المنطقة الشرقية، عندنا أشكال وأنماط كتير قوي لأزيائنا التقليدية. عظيم. بس يمكن بداية بس إيه، يمكن الكافتن أو البشت أو العباية المفتوحة شوية مع بنطلون جينز وتي شيرت بيضة أو قميص أبيض، يمكن خلت إيه الدنيا تبقى خفيفة شوية إن هم يبدأوا يجربوا. طيب، واحنا بنتكلم عن العبايات زي ما قلنا السيوي غير السيناوي غير الفلاحي غير الصعيدي، لكن كل عباية من دول فيها ما يميزها، فيها كل رسوماتها، جلبية. كل جلبية من دول، معلش بقى اختلط عليا الأمر بقى ما بين العباية والكفطان والقفطان والبشت والجلبية، معلش. لا براحتك خالص. طبعا كل محافظه ليها شكل معين للتوب بتاعها او الثوب او نقدر نقول الجلابيه بتاعتها او يعني الزي بيميزه عن اي حته تانية. يعني مثلا لو جينا نتكلم على الجلابيه الفلاحي هنلاقي الخامه بتاعتها خفيفه ولازم فيها كورنيشه، والكورنيشه اللي تحت دي عشان لو طارت، لان السيده ممكن تساعد زوجها في الحقل، فلو لبست الرداء بتاعها او الزي بتاعها وحصل ان فيه هواء كتير
الكورنيشه بتترفع فالزي ما بيترفعش، فدي نظريه وظيفيه يعني. حتى التصميم بتاع الزي مش لمجرد الشكل الجمالي. بالظبط بالظبط. وهنلاقي نفس الفكره عندنا مثلا في سينا، بدل ما الدوب البدوي او الزي البدوي بنلاقي في اخره لازم التطريز تقيل جدا جدا عشان برضو لو جه هواء او رمل ما يترفعش. فدي مثلا شكل من اشكاله. الجرجار النوبي ان هو بيبقى طويل قوي ولازم يجر، حتى بيتقال عليه جرجار نوبي علشان السيده وهي ماشيه في على الطريق بيجر معاها ومش مبين رجليها خالص. فكل زي ليه شكل معين، ليه وظيفه معينه ونمط بتطريز معين كغرزه او موتيفه، وكمان تطريز يدوي بشكل مختلف. طيب شيم، يعني زي ما كنت بتكلمي انه في ازياء احنا عندنا كمان ازياء مختلفه، ده نتاج للتراث، احنا عندنا تراثنا غني جدا. فبس في برضو نقطه عايزه اسالك عليها، يعني احنا بنشوف في رمضان مثلا على سبيل المثال هتاخد الملس كمثال، يعني احنا بنشوف الملس هو زي السيدات الريفيات، بس في الريف المصري ما بقيناش نشوف مثلا الستات هناك بيلبسوا الملس، مع ان احنا هنا بقينا بنشوفه زي ما انت بتتكلمي ان هو ترند وانه بنلبسه في رمضان وكل شويه بيطلع ديزاين جديد، بيطلع شكل جديد. هي دي الحداثه، الناس عايزه تتطور. زي ما احنا في القاهره ما بنلبسش اللبس بتاعنا، احنا بنلبس براندز عالميه. هو ده التطور، الناس مش عايزه تلبس الازياء التقليديه عشان كده بتلجأ انها تلبسها في رمضان، انما في اليوم الطبيعي بتاعها بنسعى وراء الحداثه، عايزين شيء جديد، فبنحاول نطور الزي بتاعنا، يا بنغير في شكله يا بنبعد عنه بنشوف ايه الجديد. فبنقلد مين؟ بيبدا بنقلد القاهره لانها العاصمه. العاصمه بيلبسوا ايه؟ بيبداوا بيلبسوا، بيبعدوا عن الزي التقليدي وبيبداوا بيلبسوا لبس مختلف. فمن هنا بدأ كل يعني محافظة من المحافظات خلاص في تطور وحداثة، ان انا مش عايزة البس الزي التقليدي بتاعي وعايزة البس الجديد. ومش بس في مصر، هتلاقي في دول كتير، بس ممكن نلاقي في دول المغرب العربي والأردن هم محتفظين بالزي بتاعهم كزي تقليدي وبيعملوا عليه تطور بأشكال وتطريز مختلفة. ويمكن الملكة رانيا ما شاء الله دايما تتكلم، يعني دايما بنلاقيها لابسة الزي كتعبير عن الهوية بأشكال مختلفة. هنا احنا عشان عندنا اكتر من نمط في الازياء، فما عندناش فكره هو ايه الزي بتاعنا. يعني لو جينا نتكلم في الهند هتلاقي الساري الهندي هو خلاص ده النمط الاساسي بتاعهم وده الزي بتاعهم. طب احنا عندنا في مصر لا، احنا عندنا حاجات كتير قوي، طب احنا نطور ايه فيهم؟ فاللي بيحصل ان احنا بنعمل بنقدم الازياء التراثيه بشكل عصري علشان نبدا نلبسها بشكل بسيط. فعشان كده ممكن تلاقي البشت او العبايه المفتوحه او الكافتن بنحط عليه او بنعمل له اضافه موتيفات من الموتيفات مثلا بتاعت سينا بتاعت سيوة، موتيفات مثلا من التلي، فبنحاول نعمل دمج عصري مع التراث المصري. عظيم. شيم انت دراستك ايه؟ يعني واضح ان عندك معلومات كتيرة قوي، هل كانت زيارات ميدانيه ولا انت درستي؟ أنا أول حاجة تجارة عين شمس إدارة أعمال، وبعد كده خدت منحة من المركز الثقافي الكوري، اتعلمت أعمل أفصل أو أعمل تصميم للزي التراثي نفذه عن طريق المكن، يعني اللي هو التفصيل، علشان كانت منحة لعشر مصممين أزياء تراث. فدي علمتني ابدا اشتغل بقى بايدي، اني افصل بايدي او اعمل التصميم بايدي. بعد كده درست في الاكاديميه الفنون في المعهد العالي للفنون الشعبيه، وكنت قسم عادات ومعتقدات ومعارف شعبيه، وكان المشروع بتاعي الزي في شمال سيناء كما تعكس العادات والمعتقدات والمعارف الشعبيه. فدي كانت دبلومه من اكاديميه الفنون، وبعد كده عملت ماجستير اداره اعمال عشان نقدر بقى يبقى في دمج ما بين التراث وازاي نسوق له او ازاي نقدمه بشكل مظبوط. وقد كده ان احنا لو اهتمينا بالتراث بتاعنا وعملنا له احياء
وعملنا عليه يعني نقدر نقول ضوء تمام وركزنا عليه، ده ممكن يساهم في ان الاقتصاد عندنا المصري اصلا في المدفوعات وال يعني الميزان المدفوعات وال يعني الميزانيه عندنا يقدر ندخل دولار من ان احنا نقدر نصدر الازياء التراثيه بتاعتنا. فحاولت امسك الموضوع من اليمين ومن الشمال عشان هو ده هدفي، ازاي نقدم الازياء التراثيه بتاعتنا وازاي انها تساهم في انها بترفع الاقتصاد بتاعنا وتدخل لنا عمله، فهو ده بصراحه هدفي. خلصت الماجستير وان شاء الله باذن الله الخطوه الجايه دكتوراه. كل التوفيق ليك ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا مصممه الازياء التراثيه شيم الجابي، الف شكر ليكي.